السلام عليكم. وعليكم من السلام. هو النبي الذي صام 3 أيام؟ موسى عليه السلام، زيد عليه السلام، زكريا عليه السلام، نوح عليه السلام. يلا. إيش حصل؟ 3 أيام. يلا هزلوا حاسكم، هزلوا حاسكم. بارك الله عليكم. يلا. كم دامت خلافة أبو بكر الصديق؟ 2، 3 سنوات، 4 سنوات، 5 سنوات. سنتين. كم؟ 2. بارك الله عليك. من هو أكثر صحابة رواية للحديث؟ عبد الله بن عباس، أبو هريرة، أنس بن مالك، عبد الله بن عمر. كين عبد الله بن عباس، أبو هريرة، أنس بن مالك، عبد الله بن عمر. طيب هزلوه هزلوه. أبو هريرة. في أي سنة هجرية توفي الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يوسف 10، 12، 13، 11 هجرية. 12. كلكم غلط غلط غلط. صفر لواحد. ما الاسم الذي أطلق على الذين آمنوا بعيسى عليه السلام؟ الحواريون، الصحابة، الأبناء، إخوان. صعب يا صعب. حواريون. أفضل طعام أشير له في القرآن الكريم؟ العسل، الفواكه، الخضر أو التمر؟ التمر. فواكه؟ لا، العسل. العسل 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 العسل. كتب. ما هو الركن الثاني من أركان الإسلام؟ يلا الزكاة، شهادتان، إقامة الصلاة، صوم رمضان. يلا يوسف هز. هز هل محلمت بلا مثلك. صافي صافي. قامت الصلاة. متى فتحت مكة المكرمة؟ 5 هجرية، 7، 6، 8. ثمانية ثمانية. بارك. من أول من أسلم من الرجال؟ علي بن أبي طالب، عمر بن الخطاب، أبو بكر الصديق، عثمان بن عفان. يلا صيب يا زيزل. أبو بكر. بارك الله عليك. ما هي السورة التي أبكت الشيطان؟ الفاتحة، السجدة، يونس، الفلق. لا يوسف هز 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 هز. لا 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 السجدة. يلا. ما هي عدد مرات التي ورد فيها النار في المصحف الشريف؟ 126، 130، 136، 136، 140. مئة وأربعون. لا شوف خطأ يوسف. 126. أكثر صور تكرارا فيها اسم الرحمن؟ سورة الرحمن، البقرة، آل عمران أو مريم. نزلوها يوسف. الرحمن، مريم. مريم هي الصحيحة. كيف أهلك الله قوم لوط؟ بحجارة من سموم، أو بالصاعقة، أو بالصيحة، أو بالغرق. نزلوها يوسف. الصيحة. لا. من هو النبي الذي ولد من دون أب؟ عيسى عليه السلام، يحيى عليه السلام، سليمان عليه السلام، إسماعيل عليه السلام. صافي 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 صافي. هز الواحد. صافي صافي صافي. واسي يوسف هز الواحد. عيسى عليه السلام. صافي نعم نعم. شفتكم أنا جواب صحيح كبيرة. ما هو الحج الأصغر؟ الحج، العمرة، طواف الكعبة، السعي بين الصفا والمروة. يلا يوسف هز هز. صافي لا العمرة. صفر. من هو الذي كانت تستحي منه ملائكة السماء؟ أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، علي بن أبي طالب، عثمان بن عفان.
هز هز يوسف هز تكلمه حرمه انت عثمان عثمان صافي في اي صورة ذكر شهر رمضان سورة البقرة سورة آل عمران الاعراف او الكهف بقرة زيد لا لا البقرة في واحد صفر من أول من قال الشعر آدم عليه السلام يزيد بن الوليد عمر بن الخطاب يزيد بن معاوية يلا زلو حد لا يوسف واحد صفر سي يوسف عندك 11 نقطة سي عبد اللطيف عنده 14 نقطة ولا مش